البرامج التعليمية. أنشأت جامعة المنصورة برامج تعليمية غير تقليدية لخلق فرص عمل متميزة. ومن أهم هذه البرامج كلية الطب، برنامج المنصورة مانشستر الطبي. طب مانشستر هي كلية حكومية بتدخلها بتنسيقك اللي بيدخلك طب عادي، ما تدخلش بتنسيق أقل ولا حاجة. الفرق الوحيد بينها وبين طب عادي إن هي كيسز مش مواد، يعني في طب عادي بيدرسوا المواد مادة مادة لوحدها، في مانشستر بيدرسوا المواد كلها مع بعض على شكل كيس. بناخدها في البي بي ال، بنبدأ أول أسبوع بالكيس بناخدها بنقراها سوا، والبي بي ال بيبقى متوزع تقريبا بيبقوا في حوالي 12 شخص قاعدين سوا هابزلي متوزعين، يعني مش عارفين بعض ومش مقسمين مش مختارين بعض، المواد كلها منسجمة في بعضها. وفي اخر الكيس في اخر الاسبوع بنقرا الكيس تاني وبنقول الاوبجكتيفز اللي احنا اخدناها طول الاسبوع او المحاضرات بنلخصها وبنذاكرها سوا وبنشرحها لبعض يعني. وبس وبعد بعد اول خمس اسابيع او خمس كيسز بناخد بنمتحن المتر، وبعدين بناخد خمسة كيسز تانيين وبناخد ستادي بريك حوالي 20 يوم تقريبا وبنمتحن فاينل. كلية الصيدلة، برنامج الصيدلة الإكلينيكية. انا هتكلم عن مميزات البرنامج. هو اهم حاجه ان احنا الاعداد في السكشنز قليله عن جنرال، يعني صيدله عاديه مثلا بيبقى السكشن حوالي 50 او 60، احنا ما بنزيدش عن 30 35 ماكسيمم. التدريب سنه 5 عامه هي بتبقى ساينتفك اكتر او بتبقى ريليتد بطب اكتر، فدي بتخدمنا اكتر في كلينيكال بعد كده. عندنا مرشد اكاديمي. مرشد اكاديمي ده وظيفته ان هو يساعد الطلاب متحسرين اكاديميا، الطلاب بيساعدهم في حل مشاكلهم. عندنا تسجيل الكتروني، بتختار جدولك بنفسك، بتسجل كل مقرراتك على النت بدون لجوء انترنشيب الكليه او تدفع في جدولك او مقرراتك. بنقدر نختار الدكاتره اللي تدينا المواد، بيبقى في فيدباك كويس جدا لمدير البرنامج. في 100 ساعه تدريب اكلينيكي بالاضافه لل 200 ساعه تدريب في المؤسسات الصيدليه المختلفه، والتدريب الاكلينيكي بيكون في مستشفيات خاصه ومراكز متخصصه اما مش موجوده في اي مكان تاني. برنامج الفارم دي هو احدى البرامج المتميزه للدراسات العليا بعد بكالوريوس الصيدله للعلوم الصيدليه. البرنامج مده الدراسه دي سنتين، سنه نظري عباره عن فصلين دراسيين، والسنه عملي تطبيق في المستشفيات او بيعرف بالتدريب الاكلينيكي بالصيدله الاكلينيكيه بالمستشفيات. بيؤهل الخريج انه يبقى كلينيكال فارماسيست في المستشفيات والمنظمات الصحيه، وبيديله خبره عمليه في تفاعلات الأدوية، إزاي يتجنب التفاعلات الأدوية، إزاي يحسب الجرعات بدقة، إزاي يختار الوصفة العلاجية المناسبة للمريض حسب حالته حسب سنه حسب المرض اللي عنده، إزاي يتجنب الآثار الجانبية لهذا الدواء. بما معناه بيطبق فعلي إزاي الصيدلي يبقى خبير بالأدوية. برنامج ماجستير المناعة والطب التجددي، والحقيقة ده برنامج ماجستير مهني بنستهدف به طلاب الدراسات العليا خريجي كلية صيدلة أو خريجي كلية الطب، وده يعتبر أول برنامج في منطقة الشرق الأوسط متخصص في مجال زراعة الأعضاء والعلاج بالخلايا الجذعية. الحقيقة البرنامج ده بيبقى على مدار سنتين متقسمين إلى أربع فصول دراسية. الفصل الأول والثاني والثالث بيبقوا فصول دراسية، في خلال الفصل الرابع بيتم مشروع التخرج بالإضافة إلى تدريب ميداني للطلبة بحيث يجيدوا التقنيات المرتبطة بمجال زراعة الأعضاء ومجال العلاج بالخلايا الجذعية. فالحقيقة البرنامج ده من البرامج القوية جدا، وهو أول برنامج في مصر وفي الشرق الأوسط المتخصص في المجال ده هو. فبيتيح لنا ان احنا نخرج كوادر متميزه من الصيادله والاطباء اللي يقدروا يعملوا جنبا الى جنب في هذا المجال. برنامج ماجستير المهني في الرقابه النوعيه والتحليل الدوائي، اول برنامج على مستوى جامعات مصر يتخصص في تحليل الدوائي وتاهيل طلبه كليه الصيدله للعمل بمصانع الادويه.
مدة الدراسة في البرنامج بتبقى سنتين، السنة الأولانية بتبقى دراسة مكثفة لجميع التقنيات الحديثة في تحليل الأدوية، السنة الثانية بيبقى مشروع متكامل للطالب بنأهله فيها إن هو يبقى على دراية كاملة بجميع التخصصات التي سوف يقوم باستخدامها أثناء تحليل الأدوية، سواء كان في مصانع الأدوية أو في معامل الرقابة الدوائية. البرنامج ده مدته سنتين، وإن شاء الله بإذن الله الطالب هيبقى بعد التخرج على دراية كافية بكل التقنيات الحديثة في البرنامج. كلية طب الأسنان، برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان. منصورة مانشستر لطب الأسنان ده برنامج نوعي جديد توأمة مع كلية طب أسنان مانشستر وجامعة المنصورة، فيه مميزات بتعتمد أو تتمركز على محورين: النظام التعليمي ونظام الامتحانات. في النظام التعليمي هيكون معتمد على نظام تعليمي جديد هو الانكويري بيست ليرنينج أو التعلم عن طريق التحقق، وفيه الطالب معتمد تماما على نفسه في إيجاد المعلومة وإيجاد أسئلة مسبقة لاستخراج المعلومة من مصادر مختلفة بيوجهه لها العضو التدريس الأكاديمي، بحضور جلسات مصغرة من 10 إلى 12 طالب يتم فيها نقاش المعلومات وإبداء الآراء وتجميع المعلومات، ومن خلال العمل في المجموعات الصغيرة يتم بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التواصل الفعال وتعلم كيفية العمل كفريق. تعتمد على تقصي الحالات المرضية المتعلقة بطب الأسنان والتي تهم الطالب، ويستمر معنا هذا النظام طيلة 5 سنوات منذ السنة الأولى، مما يعطينا خبرات أكبر من الناحية العملية، وكما أنه أيضا يصقل مهاراتنا الإكلينيكية بعد التخرج. راح يكون عندنا كيسات كل حالة تتعلق بحالة نعيشها في الحياة، وراح يكون اتصال مباشر بيننا وبين المشرف أو الدكتور اللي علينا. وبالنسبة حق الجروب راح يكون أقل شيء 12 طالب مع الدكتور، وراح يكون اتصال مستمر ومباشر بيننا. كلية الهندسة، برنامج الميكاترونكس، وبرنامج الهندسة الطبية، وبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات، وبرنامج البناء والتشييد. برنامج بي سي اي، هندسة التشييد والبناء، جامعة المنصورة. البرنامج عندنا بيتميز عن قسم مدني عام انه بنظام الساعات المعتمدة الكريدت اورز، طبعا ده بيفرق معاك في المعادلة مع الجامعات الاخرى لما تحب بعد كده تنقل لجامعة تانية او ان انت تعمل معادلة في اوروبا او امريكا او غيره من دول العالم. كمان بيساعدك في الدراسات العليا اكتر. النظام عندنا هنا ان انت مش بتدرس كل الهندسة المدنية، انت بتتخصص اكتر في هندسة الانشاءات، هندسة وادارة مشروعات التشييد، الهندسة المعمارية بتاخد جانب منها كويس، وده بيعزز قدرات المهندس المدني في الجانب المعماري اللي بيخليه ياخد باله من الجانب المعماري والجمالي في التصميم بتاعه. يتميز برنامج البناء والتشييد انه يهتم بمختلف الجوانب، ليست الجوانب الهندسيه فقط بالاضافه للمعرفه بالعلوم الانسانيه، واصبحت الجوانب الاداريه والتكنولوجيه لا تقل اهميه عن الجوانب الهندسيه. برنامج سي اي هو برنامج جمع متخصصين اتصالات ومعلومات، يهدف البرنامج لاعداد مهندس قادر على العمل في سوق العمل. يحتوي برنامج سي اي على التخصصات الاتيه: يحتوي على كمبيوتر انجينيرنج، داتابيز، كنترول، كوميونيكيشن، اي تي، الكترونكس، انفورميشن سيستم. يعمل برنامج هندسه الاتصالات والمعلومات بنظام الساعات المعتمده الذي به حول جامعات العالم. يعتبر قسم الهندسة الطبية والحيوية جامعة المنصورة من أهم الأقسام الموجودة في كلية هندسة. نوع الدراسة عندنا بتكون تجمع ما بين دراسة الطب والصيدلة وغير أقسام تانية مختلفة من أقسام كلية هندسة. ده بيساعد الطالب إن هو يكون عنده مدارك مختلفة وبيكون متفتح أكتر. إحنا عندنا هنا نوع دراسة كريدت أور أو نظام الساعات المعتمدة، ده بيكون عندنا 3 مشاريع عشان التخرج غير المشاريع الفرعية اللي الدكاترة بتطلبها. في عندنا معامل مجهزة تساعدنا ان احنا نشتغل المشاريع دي بطريقة حديثة وبطريقة بروفيشنال وتسهل علينا الشغل، زي 3D printer، وفي معامل كمان مجهزة ان احنا نقدر نشتغل عليها وفيها اجهزة فعلا عشان نتعلم منها. ودي مشاريع من الطلبة نفذوها وعملوها من اول تخطيط ماكة مستشفى لحد الحضانات وحاجات كمان. قسم الميكاترونكس كلية الهندسة جامعة المنصورة قسم يعتمد فيه نظام دراسات عن نظام الساعات المعتمدة، يتم العمل في مجموعات صغيرة، يكون هناك تواصل دائم بين أعضاء التدريس والطلاب. يدرس القسم كثير من التخصصات الهندسية مثل هندسة القوى الميكانيكية والقوى الكهربية
وهندسة الإنتاج وهندسة الحاسبات والمعلومات وهندسة الاتصالات، وذلك يكسب وذلك يتيح للطالب فرص عمل كثيرة للعمل في كثير من التخصصات والمجالات الهندسية. كلية العلوم، برنامج البيوتكنولوجي، وبرنامج البتروكيماويات، وبرنامج جيولوجيا البترول والتعدين. برنامج التكنولوجيا الحيوية هو أول برنامج نوعي في كلية العلوم. هو فكرة التعليمية بتاعت برنامج التكنولوجيا الحيوية هو التواصل مع سوق العمل، عشان كده أهلونا في سنة ثالثة وسنة رابعة إن احنا ناس من المصانع كانوا بيجوا يدونا مواد، كان هم بيشتركوا أصلا مع الدكاترة، هم فعلا بيجوا يدرسونا ويحطوا المنهج، وكنا احنا بناخد العملي هناك في المصانع، وطبعا ده تبع بروتوكول من إدارة البرنامج. ده أهلنا جدا إن احنا نبقى مؤهلين إن احنا نعمل مشاريع بحثية. برنامج البترول والتعدين حاولنا يتعامل بيكون شكله مختلف، بحيث إن هو يقدم للطلبة كورسات مختلفة عن البرامج العادية، الجيولوجيا أو الجيوفيزياء. فمثلا عندنا بعض الكورسات اللي بتخدم مجال البترول، وبرضه كورسات تانية بتخدم مجال التعدين. الكورسات دي مش موجودة في البرامج العادية زي الجيولوجيا أو الجيوفيزياء في قسم الجيولوجيا. كمان عندنا برنامج رحلات لكل مستوى، المستوى الأول والثاني والثالث، لازم يطلع رحلة جيولوجية لمناطق جيولوجية مهمة في مصر، بحيث إنه يتعرف على الصخور المختلفة والتركيب الجيولوجية المختلفة الموجودة في الجبل. برنامج البتروكيماويات برنامج واعد جدا، هو الوحيد على مستوى الجمهورية الموجود حاليا، مفيش منه خالص، ما اتفتحش في السويس، وده طبعا مختص بالبترول والتعدين بس، مش متخصص في البتروكيماويات. بيطبق تقريبا قواعد الكيمياء في البترول، يعني بيحاول ما نعتمدش اعتماد كبير جدا على البترول. كلية الحاسبات والمعلومات، برنامج المعلوماتية الطبية، وبرنامج هندسة البرمجيات. بحثت بعد الثانوي عن القسم، لقيت مميزات كتير جدا مختلفة عن باقي أقسام الكلية. أولها أني بتخصص من أول سنة، يعني بقعد 4 سنين الكلية بدرس التخصص بتاعي. تاني حاجة أن القسم مزيج بين قسمين مهمين جدا، هما Computer Science و Information System. غير كده أنا بتخرج مهندسة برمجيات، وبيتيح لي فرص عمل في أماكن كتير جدا، سواء جوه مصر أو برا مصر. من الحاجات المميزة كمان أن القسم ساعات معتمدة ومش موجود في غير في جامعات معدودة في مصر كلها، فكانت بالنسبة لي فرصة كبيرة أن أنا ألاقيه في جامعة المنصورة. الميزة الكبيرة في القسم أنه بيقبل طلبة من علم علوم، وطبعا بيمكننا أن احنا ندرس الكمبيوتر ساينس والبيولوجي، فبالتالي بيتيح فرص كبيرة جدا ومجالات كبيرة للشغل في برمجة تطبيقات الأجهزة الطبية. كلية الطب البيطري، برنامج صحة وسلامة الغذاء. برنامج صحة وسلامة الغذاء، مجال الفود سيفتي مجال كبير ومحتاجينه في مصر أو برا مصر. برنامج صحة وسلامة الغذاء مش بس بيخرج طالب طبيب بيطري، ولكن بيخرج طبيب متخصص في الفود سيفتي بتاع الإنسان. عندنا especially في البرنامج بنهتم جدا يعني بيكون عموما في يعني rhetoric priority للكيميكال والميكروبيولوجيكال والاناليتيكال والتكنيكال، الاسبيكتس دي كلها عموما بتكون مهمه جدا واحنا بنهتم بيها هنا عندنا في البرنامج. كمان بيكون في عندنا اتفاقية تبادل بين هنا وألمانيا، بين كلية معانا وفي ألمانيا في جامعة هانوفر، وطبعا جامعة هانوفر دي واحدة من أحسن الجامعات في أوروبا عموما، وكل الناس بتطمح إنها تروحها. كلية التربية، برنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية. I'm going to third year إن شاء الله. The doctors here are very well. They prepare us to be better teachers, inshallah, in the future, and how to teach in schools and other things, inshallah, and how to prepare the students very well. And the laboratories in the Faculty of Education, Faculty of Science, are very well, mashallah. I give an advice for everyone to come to the Faculty of Education, the special departments, because they are very well qualified. كلية الآداب، برنامج اللغة الفرنسية التخصصية، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية. برنامج اللغة الفرنسية المتخصصة فرنسي سبيسياليزي، وعندنا برنامج مميز عن القسم العادي، ومن أهم جوانب التمييز هو سوق العمل، عشان البرنامج بيتيح لنا فرص أكتر، عشان الدراسة مش معتمدة على اللغة بشكل عام، لكن هي معتمدة على اللغة في تخصصات كتير زي الفرنسي دي زافير والتوريزم والسكرتارية، وده بيأهل الطالب إنه يشتغل في أكتر من مجال، زي انه يكون مترجم معتمد او انه يشتغل في الترجمه القانونيه او في العقود والوثائق الطبيه.
برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات. جيت القسم ده عن طريق الإعلانات اللي شفتها على الإنترنت، برنامج ساعات معتمدة، نظام عالمي، جانب تدريبي كويس جدا للطلبة، بيأهل الطلبة فيما بعد إلى أن يكون طالب عنده ثقة بنفسه يقدر يستخدم الأجهزة. الشركات الكبرى بتيجي تدربنا في الصيف. الطالب بينتهي من دراسته بيكون معاه خريج مهندس مساحة عام. البرنامج يقدر يوفر لنا فرص عمل. كلية رياض الأطفال، برنامج إعداد معلم التأهيل المهني للأطفال ذوي الهمم. أنا في البرنامج المميز اسمه التأهيل المهني لمعلمات ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا البرنامج بتاعنا بيتميز بانه بيعتمد بيه النظام الساعات المعتمدة. احنا بندرس حوالي 150 ساعة معتمدة في الاربع سنوات. النظام دوت بيأهلنا، البرنامج بتاعنا بيأهلنا ان احنا لما نتخرج يبقى عندنا سوق عمل واسع جدا، لان البرنامج بتاعنا المجال بتاعه في المجتمع بدأ يقل، محتاجين ناس، محتاجين حد يشتغل. هو الفئة دي بدأت تظهر في المجتمع بطريقة كبيرة جدا، وهو قبل اي حاجة اللي هو رسالة مننا احنا للمجتمع، اللي احنا فيه فئة في المجتمع لازم نقدر نتعامل معاها بكل شكل من الاشكال. عندنا النظام الكلية هنا نظام ساعات معتمدة. نظام الساعات المعتمدة ده بيكون القسم بتاعنا عدده قليل جدا، بنقدر نستفاد اكتر، الدكاترة متعاونين معانا. عندنا بناخد في الاعاقات، عندنا اضطرابات سلوكية، عندنا اعاقة عقلية، عندنا اعاقة سمعية وبصرية، عندنا اعاقة حركية. ازاي ان انا استفيد مثلا من الاضطرابات السلوكيه؟ ان انا بعدل سلوك الطفل سواء كان عادي او ذوي احتياجات خاصه. عندنا القسم بيشتغل عن طريق الساعات المعتمده. السكاشن بنتقسم مجموعات، يعني 20-5 بتتراوح من 20-25. عندنا هنا احنا عددنا بسيط جدا، الدكاتره متميزين جدا وبيساعدونا هنا كتير. غرض البرنامج عندنا ان احنا مش عايزين نبقى بروفيشنال قوي، لكن بنقدر نعلم الطفل يعني حاجات كتير، ممكن حتى يبقى في تنافس ما بيننا وما بين الدول التانية، نشوف مين احسن حتى في تربية الطفل. عندنا المواد بتاعتنا مثلا زي منهج الأنشطة وتاريخ تربية الطفل، The History of the Child Education، واغاني واناشيد اطفال، Songs and Sounds Children. وعندنا كان عندنا كمان تعليم مصغر، وعندنا علم النفس، وعندنا مواد تانية كتير. غرضنا ان احنا برنامج نظم التغذية الدايتيتكس هو برنامج نوعي لكلية الزراعة. هو البرنامج الفريد الوحيد او البرنامج النوعي الوحيد المطبق في مصر، ما فيش برنامج زيه. البرنامج ده بيعمل على تخريج خريج اخصائي تغذية لتلبية احتياجات سوق العمل. مجالات العمل بتكون ممثلة في المستشفيات، في مؤسسات التغذية، في النوادي، في كل تغذية المجموعات الكبيرة والمجموعات الصغيرة. بيتميز البرنامج بمشاركة كذا كلية في التدريس، كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية زراعة طبعا وكلية حاسبات ومعلومات وكلية التربية الرياضية. اللغة الأساسية للبرنامج هي اللغة الإنجليزية لضمان تلبية احتياجات سوق العمل. طلاب البرنامج بيبقى ليهم فرصة ان هم يتدربوا في مستشفيات جامعة المنصورة علشان يبقى ليهم خبرة علمية حقيقية، وكمان بيبقى الخريج خلفية عن مدى تداخل الغذاء والدواء. وبرنامج نظم التغذية بيعتمد على تخريج أخصائيين لهم القدرة على تلبية سوق العمل. برنامج تنسيق الحدائق المسطحات الخضراء الموجود في كلية الزراعة جامعة المنصورة ده من البرامج المميزة اللي موجود فيه. البرنامج عبارة عن 4 سنين بنظام الجي بي اي، بيكون في مجموعات من 12 ل 15 فرد بحيث يكون في تواصل جيد بين الطالب والدكتور بتاعه. برنامج تنسيق الحدائق المسطحات الخضراء بيتيح للخريج فرصة انه يبقى هو مكتسب مهارة تنسيق شبكات الري الحديثة زي الرش والتنقيط، وكمان بيتيح للخريج مهارة زراعة الأسطح وتجميلها باستخدام نباتات طبية وعطرية ونباتات الزينة.